الراديو 90 هواها مصر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بكل مستمعي راديو 90 اهلا بحضراتكم، منورينا في اليوم المثلج، اليوم القارس في البروده والجو الجميل اللي احنا عايشين فيه. مش عارف ايمان دايما تقول لي ان انا بكبر في السن لما ببرد. يا عيني سنه بيزيد 10 سنين بس يا جماعه لازم تشوفوا نشاه النهارده لان ضرب الطاقيه والزعبوط وحاجه جميله بصراحه. الابلكيشن بتاعنا على طول نزلوه على كل التليفونات بتاعتكم الراديو 90 وكمان تقدروا تشوفونا من الويب سايت بتاعنا 90.fm. ساعه تروح وساعه تيجي. ايمان الساد ومحمد نشأت موجودين مع حضرتك لحد الساعه 8. ركز كده وانت بردان واسمع الاسطوره اللي احنا بنلعبها مع بعض كل اسبوع او كل يوم ثلاث بنكون موجودين معاكم. هي طبعا المزيكا والالحان والتسجيل عند احمد طارق يحيى، والتاليف عند مروه رضوان، والموسيقى والاخراج احمد طارق يحيى. يا ما شاء الله عليك، يعني عندنا ده حاجه حلوه قوي، حاجه جديده. الاسطوره النهارده بنتكلم فيها او اللي هنسمعها عن ايه بقى يا ايمان؟ نشأة غششني قبل ما نبتدي على طول وقال لي ما بتسترش ما بتسترش. بتتكلم عن ازاي الانسان يسيطر على نفسه في لحظة الغضب. بالظبط. انت بتعمل ايه لما بتبقى غضبان جدا؟ ايه اللي تقدر تعمله او ايه التصرف اللي بيكون عندك علشان خاطر تمسك نفسك عند الغضب كده وما تتهورش؟ انت بتعمل ايه؟ انا بتهور يعني عشان بس تقول، انا شخصيا بتهور وبيخرج وبتخرج وبيخرج التهور ده في صورة الفاظ نابية. لا 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 معقولة الكلام ده؟ شيء غلط جدا. لا 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 بس عايز ادور معاكم النهارده، اكتبوا لنا على طرق كده على صفحتنا على الفيسبوك كمان، الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان يعني نمسك هذا الغضب. ايه الطرق اللي انتوا بتعملوها وفي نفس الوقت ايه الطرق اللي تنصحونا بيها؟ بالظبط، يعني مهم جدا جدا ان انتوا تنصحونا بالذات نشأة اهو بعد ما اعترف. حماده رشدي، مساء الفل يا نشأة وايمان، انا كنت حابب ابارك لايمان على فيلم سلاح التلميذ اللي هينزل بكره، كنت عايز اهني والدتي بعيد ميلادها النهارده اقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه. ونهى سلمان، هتوحشوني بجد. ليه رايحه فين؟ نهى مش كده. لا يا نهى. حماده رشدي بيقول لما يعني لما بغضب بسمع الهضبه، بيسمع عمرو دياب. ماشي. ايمان عبد المجيد بقول لنفسي ريلاكس ريلاكس كده، الشجر هيزيد عندي يا بت، ومفيش حاجه مستاهله اكشي ولاقوا كلهم. عين العقل يا اختي والله. شريف حسين، انا بناء معماري وابحث عن عمل. حاضر يا شريف، ربنا يكرمك. تليفونك هنحاول نكلمك. احمد اشرف قاسم، مساء الفل يا ابو حميد. امينه، اخرج وقعد في مكان هادي، بخرج وبقعد في مكان هادي عشان افكر بوضوح وراجع الموضوع بهدوء. مساءكم سعاده محمد وايمان. نور علي، وحشتوني كتير من امبارح، بليز ممكن اسمع هقول لك ايه لتامر حسني وهديها لخطيبي حبيبي واقول له بحبك قوي وربنا يخليك ليا من عينينا نور. حاضر. في مين تاني يا امين؟ انت وقفت عند مين؟ عند شريف حسين. طيب فين شريف حسين؟ يا مش كفيفه والله يا جماعه، كفيفه ما حدش يصدقني. ماشي. شريف عبد الفتاح، لما بزعل بقرا قران. الله يفتح عليك. والله جميل. احمد السيد بيقول مساء الفل عليك يا نشأة انت وايمان، كنت حابب ابارك. ده انت قريتها في الاول ولا ما كان حد تاني؟ طب يا جماعه حقكم عليا. طيب تعالوا نسمع الاسطوره ونرجع لكم وشوفوا الست دي لما غضبت عملت ايه في ابنها. وناخد عظه بشكل يليق بساعه تروح وساعه تيجي. وساعه تيجي 199 رقم الاس ام اس بتاعنا وتليفوننا 2 18 10 8 66. ودلوقتي جه معاكم مع الأسطورة. زمان زمان. لا ما ترجعناش قوي يا نشأة. حاضر. كان في بلاد أتينا بلد صغيرة كده قد راس البر عندنا. يا سلام يا حلاوتها في الصيف. كان حاكمها راجل غلبان وفي حاله، متجوز ست طيبة قوي زي كل الستات طبعا، ومخلف منها واد زي القمر اسمه ميلاجروس. مين؟ ميلاجروس. أنا غلطان إني قلته. عشت الأسامي. المهم في يوم كانت أم الواد قاعدة وفي حضنها ميلاجروس بتهشكه يعني زي أي أم. فجأة الإضاءة اتغيرت والأوضة دخلت
وظهروا لها قال ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، ربات القدر. ورموا جزمة. جزمة ايه يا ايمان؟ ورموا حزمة حطب في الدفاية المولعة وقالوا لها: اسمعي يا ولية، بصي في الدفاية كويس، ابنك اسم الله عليه عمره مربوط بالحزمة المولعة دي، اول لما الحزمة تتحول لرماد ابنك هيموت. واختفوا بعديها على طول. جريت الست ورمت الواد على الكنبة وسحبت الحزمة من النار ودلقت عليها كوباية مية وطفتها، وجريت حطتها في علبة او زي ما تقولوا كده خبتها يعني، وبكده انقذت عمر ابنها. ست قروبة ودقرومة وقورة، مش سهلة ابدا يا ناشئت. كبر الواد وبقى راجل ما شاء الله، ايه حاجة تفرح كده وملوي هدومه. هجم على القرية خنزير متوحش قتل كل الناس. راح الواد وخلانه اللي هم يعني اخوات امه، راحوا الغابة عشان يصطادوا ويقتلوه، وكان معهم حتة بنت صيادة صاروخ هبلت طبعا الواد ميليا جروس. المهم قتلوا الخنزير وراح الواد يدي المكافأة للبنت كنوع من انواع الجنتلة بقى والتظبيط، عارفة الجو ده. مال ام خلانه اللي هم اخوات امه قفشوا عليه وشدوه، الواد اتهطل وراح مخلص على خلان. يا خبر ابيض، وصل الخبر لامه وهي بتطبخ في القصر، طلعت تجري والكبشة في ايديها والملوخية بتفور على النار. يا ايمان طب هنتغدى ازاي دلوقتي؟ منهم لله يا نجد. وراحت سحب الصندوق اللي في الحطب اياه ورمياه في النار، وقعدت قصاده منكوشة مهبوشة ملبوسة لحد ما تحول لرماد ومات ابنها. انت مش ابني، المجنونة بنتي. مش قلنا بلاش على الهوى يا ايمان؟ خلاص يا نجد. المهم الغضب موتها كمان، بعدها ندمت بقى يعني امها. تستاهل. شفتوا الغضب بيعمل ايه؟ ايه يا ايمان انت بتبصي لي كده ليه؟ ايمان ايه البصه الغريبه دي؟ طب انا همشي، طب عايزه مني حاجه؟ ايمان في ايه؟ طب ما تصلي على النبي كده، خلاص اهدي، خلاص اقري انت الاسطوره. يا ايمان لا لا يا ايمان لا مش كده يا ماما، ما تهزريش يا شيخه. لا لا يا ايمان بغير والله، لا الله يسمع كده. ايوه لا بقى اتفضل. طيب هقول لكم معلومه بس بسرعه كده علشان الناس اللي ماشيه في الشوارع. زميلنا محمد صابر دايما ما بيسيبش اي حاجه يعني، وراديو 90 90 متابعكم اول باول عشان خاطر الزحمه وخصوصا ظروف المطر والجو اليومين دول. بعت لنا بيقول لنا ان في هبوط ارضي بشارع عباس العقاده على مساحه 2 متر في 2 متر بعد البنزينه القادم من النصر ومتجه لعباس العقاد، ودي اسفرت عن كثافات مرتفعه جدا. بيفضل للقادم من النصر سلوك شارع الطيران او يوسف عباس كبديل الان عن عباس العقاد وكوبري اكتوبر القادم من الجيزه ومتجه لشرق القاهره. في كثافات يفضل المسطح الارضي كبديل. ده كده علشان خاطر الناس اللي في الشوارع ما تتزنقش في اي زنقه طول ما انت بتسمع راديو 90 90، اوعدك مش هتتزنق. تمام، ربنا يسترها يا رب دايما ان شاء الله يا رب. واحنا لسه معاكم في بتعمل ايه في ساعه الغضب، والكومنتات اللي جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مع حسين بتقول: مساء الفل احلى ايمان واحلى نشأت، برنامجكم ظريف جدا، شكرا يا مها. الاميره اميره المعلمين ولا المعلمين؟ المعلمين. المعلمين منور يا نشأت، انت وايمو ما بزعلش، بطلع للناس اعذار، اكيد بيبقى عندهم مشكله، نستحمل بعض، يوم ليك ويوم عليك. احلى كلام والله. والله يا كلام زي الفل. بس مش هيشغل لنا الحلقه. فيونكا بتقول مساء ما اكلش عيش. لا فيونكا بتقول: مساء الفل على احلى ايمان واحلى نشأت، شكرا يا فيونكا. لما بتضايق باكل، الاكل بالنسبه لي اسلوب حياه. مش عارف، انا حاسس ان انت كده برضه قوي. انت بتلقح عليا؟ لا يعني بصراحة عندي صح ايمان يا جماعه، والله تربيتي برضه تربيت ايدي، دخلت لقيتها ورده صغننه في الجامعه. كنت سفروته. انت لما بتضايقي بتاكلي، بتطلعي غلك في الاكل. حقيقي، بس في الشوكولاته كمان اكتر يعني، لو انا راجعه من اوردر وكان اليوم متعب قوي اروح داخله جايبه برطمان شوكولاته. وتقعدي تقضيها معايا. ده مضيعنا الموضوع ده، اللي هو الناس تزعل تاكل. مها حسين بتبكي ساعه الغضب. ايوه انا سموره بتقول: احلى ايمي اجمل حماده منورين الدنيا، مساء الورد في عز البرد عليكم. لما بكون غضبانه بعمل حاجه من اتنين: اتوضى واصلي ركعتين، التانية يشغل اغاني وافضل ارقص لغايه ما اتعب.
بص يعني هو مفيش وسط، يا تخه يكسر مخه يعني. يعني مش موجوده دي، هي كده كده. لا ده صعب والله، الزعل بيقلب معايا يعني جامد. اه اسلام بيسو بيقول ازيك يا نشأت باشا، عامل ايه؟ ازيك يا منور؟ بيقول الجو جميل، انتوا ايه بتهزروا بقى؟ حر رعد برق كله زي الفل، اني اتجمد. مش لوحدك والله. اه والله مش لوحدك. تعالي نشوف دانيال معانا على التليفون. يا دانيال. ايوه اهلا اهلا. أيوة. اهلا ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ عامل ايه يا دانيال؟ ربنا يخليك يا باشا، الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ استاذ فادي. بعد كل ده يا راجل، يا راجل يعني بعد كل ده. محمد نشأت وايمان السيد. انت في ساعه تروح وساعه تيجي. لا هو انا احيانا في ساعتين بيروح وما بيرجعوش. ايوه غالبا هم الساعتين دول، الساعتين اللي ما بيروحوش. فادي ابراهيم وسالي عبد السلام قابلين على طول بساعتين من اجمل البرامج على راديو 90 90، المعلمه سالي بقى والبرنس فادي. امال ايه؟ طبعا. طب انت عايز ايه؟ عايز ايه من حياتنا دلوقتي؟ طلباتك. ربنا يخليك. هو بس في انا حصلت عندي مشكله وغضبت جامد جدا جدا جدا، كان تقريبا في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت. يعني انت ملاحظ ان الحلقه عن الغضب بس الناس المذيعين مين؟ مش مشكله، مش مشكله، معلش. لا والله ما هسيبك النهارده. انت كده خليت نشأت يغضب. طيب قول يا سيدي، ايه المشكله اللي حصلت ساعه الغضب؟ لا لا طبعا غلطت، كان عندي امتحانات وبعدين عيالي في البيت. اقعدوا يا ولاد، اقعدوا يا ولاد، عايز اذاكر انا خلاص، عندي امتحان الصبح. طبعا انت اتجوزت وانت بتذاكر؟ يا باشا انا داخل الجامعه على مقبر الجامعه، كليه تجاره، جامعه تجاره تعليم مفتوح. حلو. هايل. وانا في سنه ثالثه دلوقتي الحمد لله، ربنا معاك. طيب وبعدين عملت ايه بقى؟ طمني بس على اولادك. العيال المهم طبعا انا غلطت عليهم جامد جدا لدرجه ان قمت، بص هم جريوا قدامي، هم وامهم، ودخلوا الاوضه قطعوا نفسهم من جوه، لو كنت صوم انا كنت كلتهم. عارف ضربت الباب بايدي، خدت اربع غرز. مصلحنا ما جاتش في العيال، اسمع مني. لا لا بجد صدقني، بامانه استاذ محمد بجد الغضب وحش. طب ما فكرتش تعمل حاجه عشان تسيطر على غضبك ده؟ انا كل اللي انا عاوز اعمله حاجه واحده بس، ان انا عندي امتحان بكره ولازم اذاكر ولازم اراجع. ابعدوا عني، انا معتاد بحب العب مع عيالي، ده المعتاد يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. فطبعا ايه، طب يا ولاد روحوا اقعدوا دلوقتي، طب خليكم بكره، طب ابعدوا عني. طب بس ربنا ستر وقفلوا على نفسهم، ده حقيقي. الحمد لله، بركه ان هم بخير. ربنا يخليك. ونجحت ولا ايه يا دانيال؟ الحمد لله طبعا، الحمد طيب لله. طيب الحمد لله. في الماده دي بالذات جيت بدير جد الحمد لله. الغرز جد الغرز. ايوه طبعا، انا عايز اقول لك من شده الغضب انا ايدي بص ساحه دم وما ادريش. لا حاول لا تسيطر على غضبك ان شاء الله يا ايه. وحاول تسيطر على لسانك كمان يا دانيال، ده مهم. بشكرك يا دانيال، نورتنا. علا بتقول لك انا بكسر اي حاجه قدامي، ولسه حالا كسره كوبايه. ولا بدران. بس مين اللي بيلم وراك الحاجات اللي بتنكسر؟ انا بمناسبه الامتحانات يا نشأت، مره كنت في الثانويه العامه وكان عندي امتحانات رسم، امتحنت العملي خدت فيه الدرجه النهائيه وفاضل النظري. فعارف انت الناس اللي بتقعد قدام المدرسه بتبيع لب في قراتيس؟ ما شاء الله. فبعدين كانوا بيوزعوا جداول، المراكز اللي بتدي دروس خصوصيه عاملاها، فادوني جدول، الجدول مكتوب غلط، بدل ما اخش الامتحان من 9 ل 12 دخلت من 12 ل 3. فدخلت والناس طالعه ما شاء الله عليك. والله، وكان امتحان رسمي، يعني مش معقول عيد السنه عشان الرسم. بقيت اقول لهم ده انا لو كتبت اسمي انجح. يا ما قلت نبيها، ويا ما قلت حاجات كتير ما حدش صدقني. هم لسه موجودين معاكم على راديو 90 90، ايمان السيد ومحمد نشأت. ساعه تروح وساعه تيجي، تكلمونا على 2 18 10 8 66، والاس ام اس على 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 هواها مصر. ساعة تروح وساعة تيجي على راديو 90 90، لسه موجودين معاك ايمان السيد ومحمد نشأت وهواها مصري. وحماده عزو بيقول لك كل اللي بعمله لما بغضب بقعد اضحك وبس. اقروا الرسائل بقى ارجوك. وتعالي جمعه زكي بيقول تحياتي برضو لزميلتك الرقيقه وهدائي اغنيه هاني شاكر شعب مصر عظيم، وطبعا بهديها لاصحابي اللي مش من مصر، وكان اكيد كاتب رساله قبليها برضو حاول اجيبها لك. وفي بوليس بيقول لما بغضب ما بعرفش مين قدامي، واحلى مسا على اجمل مذيعين، بشكرك جدا يا بوليس. ساندي خطاب بدخل اكل اي حاجه بقابلها، دي نفس الفصيله ايمان، نفس الفصيله. فعلى الخير بيقول بكسر اي حاجه قدامي. علاء ابو عبوده مثال ساعه في الحر ده نشأت وايمان، وبمسي على مصطفى ابو نصار. ولا بدران بترد عليك يا ايمان بتقول لك يا ايمي طبعا انا اللي بلم اللي بكسره، من افسد شيئا عليه باصلاحه. ده قانون، ده في القانون المدني. الذاكره رجعت لي. الذاكره رجعت لها عندنا على حظنا احنا.
ماشي. علي بيقول انا قوي عشان بعرف اتملك غضبي. وبالمناسبة حديث برضو بالمناسبة يعني هو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي مادة في القانون في نفس الوقت. اتفضل يا اخويا انا اسف. علي جمعة بيقول لك انا قوي عشان بعرف اتملك غضبي وبالمناسبة انا بتاع اللب اللي قدام المدرسة. هو انت اديتني جدول غلط. وعد العيون ازيك يا ايمان، انا بحبك قوي والله وبحب ادوارك، ومن نجاح لنجاح انت ونشأة يا حبيبتي. يا رب يخليك يا حبيبتي. تعالي نشوف علاء كده معانا على التليفون. الو الو، ازيك يا علاء؟ الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه في السقعه دي؟ دافيان اهو. طيب انا عايز اقول لك حاجه بس. انا عاجبني تمثيلك في دوجا مفروته. يا رب يخليك يا علاء، تسلم يا رب. قول لنا يا علاء بقى، لما بتغضب بتسيطر على غضبك ازاي؟ بغضب. احنا عارفين انك بتغضب، السيطره ازاي؟ لا ما بحاولش اسيطر على غضبي. اصلا بتجمح جماح غضبك ولا لا؟ لا بيجمح مش بيكمح. عايز اقول حاجه بس على موضوع الحلقه بتاعت امبارح ده. اتفضل. انا ضربت كتير. اتضربت من مين؟ بسبب اخطاء برضه. ماشي علاء، يعني عرفنا اكيد كلنا ضربنا. احنا عايزين معلومه. ايه؟ عايزين معلومة في الموضوع. ضربت كتير ولما ضربت عملت ايه؟ ايه؟ نعم. حبست نفسي في الأوضة. استخبيت يعني. الجاي نص الجدعنة. عايز اقول حاجة بقى كويسة كده. قول علاء. على الراديو 90 90. يا سلام. أيوة. مزاجنا حلو ورايقين يا سيدي. وباين الروقان. تلقى الأغاني حلوة ودينا. على الراديو 90 90. هو ده يا ابو علاء حبيبي. تسلم يا لولو. الناس الرايقه برضه. يلا يا جماعه روقوا كده واصحوا من السخون من البرد اللي انتوا فيه كده. شايفين الراجل مونول ازاي معانا؟ مش هتشغلينا النهارده وبحب الناس الرايقه؟ هيني يا سلام، ده لازم نشغلها. ايمان تدينا النصيحه كده قبل ما نطلع الفاصل ده، الناس تعمل ايه لما تغضب؟ انا كنت زمان برضو بكسر في الحاجات، بس لاحظت ان هي بتيجي عليا بخساره. فلما كبرت بعد كده بقيت احط حاجات في الفريزر علشان اطلعها ادشها، يعني تمسك كده قلب التلج تدش. الموضوع موافق. ودي نصيحه ايمان السيد. احنا لسه معاكم في ساعه تروح وساعه تيجي. سيدي روحي الفضل شاكر، كتير طلبوا يسمعوها، نسمعها مع بعض ونرجع لكم مره تانية. انا اللي جبت ده كله لنفسي، انا اللي جبت ده كله لنفسي. دي الفقره الثانيه اللي بنلعبها مع حضراتكم في ساعتنا الثانيه على الراديو 90 90 في ساعه تروح وساعه تيجي. ايمان السيد ومحمد نشأت لسه موجودين معاك. وايه هو اكتر مقلب عملته في حد ورجعت قلت انا اللي جبت ده كله لنفسي؟ ايه قولي لي بقى. قولي لي انت بقى. المقالب كتير قوي. وفي مقالب سخيفه، وفي مقالب دمها تقيل، وفي حاجات بتقلب جد، وفي مقالب بالمناسبه انا اسف بس قللت الادب. طبعا يعني ما تنفعش. يعني ما تنفعش خالص يعني. بس احنا بنتكلم عن المقالب اللطيفه المقبوله اللي عدت على خير. اللي عدت على خير. اللي ما فيهاش اهانه. ما فيهاش تجاوز. يا سلام. حاجات كتير وانا بعمل ستريس. يعني عشان اللي ما سمعش يسمع. انت عملت مقلب في حد قبل كده يا نشأة؟ انا طول عمري بعمل مقلب في كل الناس. الله عليك. وبعمل مقلب في زمايلي في الراديو، بس انت لسه ما جربتيش. هتجربي قريب. ليه؟ وبعمل مقلب في المديرين بتوعي كمان. اما بقول لك رفضنا يبقى على ايديك. يعني عشان بس الامور واضحه يعني. ماشي، نقرا الكومنتات اللي جت على صفحتنا على الفيسبوك. يلا بينا. انا اصلا بنوته سكاره بتقول بحبك يا ايمي ونشأت. انا مروه بتمنى اسمع اغنيه حلوه على ذوقك. لا ده انت جيتي لي في منطقتي. طبعا مطربه ايمان السيد. اسماء محمد بتقول ما كنتش عايزه اروح المدرسه وعملت نفسي وقعت من على السلم ورجلي وجعتني، المهم ماما ودتني لواحده جارتنا. ايه مسكت زيت معرفش نوعه وفضلت تدعك في رجلي وبوظت رجلي خالص، يعني الموضوع اتقلب عليها في النهايه زي الفل. في علي كمان المراغي بيقول خبلته هو طالع في الاوضه في الظلام. مش فاهم خليت ايه. خليته هو طالع في الاوضه في الظلام، غالبا عمل فيه حاجه. سليمان انا بيقول خليت بابا نايم وفرقعت جنبه لعب ناريه وقام بسرعه جري على المطبخ بيحسب البوتاجاز فرقع. ما شاء الله، والله الناس عندها اختراع في المقالب اهو. علي جمعه عايز يسمع حاجه لهاني شاكر. حاضر. اسماء محمد ما كنتش عايز اروح المدرسه وعملت نفسي اني وقعت من على السلم ورجلي وجعتني، المهم اني ماما ودتني لواحده جارتنا مسكت زيت معرفش ان هو فضلت تدعك في رجلي وبوظت رجلي خالص ورجلي وجعتني، وفي الاخر رحت برضو المدرسه وقلت انا اللي جبت ده كله لنفسي. ده فكره الهروب من المدرسه دي كانت كتيره قوي. ده الناس بقى ابدعت في الطرق بتاعتها. نزيها طبعا. من الجزائر. نزيها ساره بتقول سلام يا ايمي ونشأت وحشتوني جدا، ان شاء الله تكونوا فاكريني. احنا فاكرينك طبعا.
بس متابعاكم دايما وفيه ليكم. هي رجعت لساعه الغضب، بتقول ساعه الغضب باكل كتير، يعني شهيتي بتتفتح لدرجه ممكن اكل الشخص يلي زعلني. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. بتحب معلش لا مؤاخذه يا اخويا بس دي امانه. دي امانه. نزيهه بتحب توجه تحيه لصديقها سيف وهبي، هو سامعنا وكمان لينا والاحلى راديو، لصديقاتها بوسينه وايمي وشاهيناز وحنون عشاق الراديو وكنزو ومينا، وبحبكم جدا. ان شاء الله عليكي والله العظيم امانه، يعني خير من يوصل امانه. اميره نفسي بتقول اي لاف ماي مام، ربنا يخليها لك يا رب. شيماء انا خليت قلناها خلاص. اميره كمان بعت لنا ازيك يا اميره عامله ايه، مفيش اي برد طول ما انتم معايا وبسمعكم، كل ما بكتب كل ما كنت بشوف ايمان في اي دور كنت اتمنى انها تفضل موجوده اطول فتره ممكنه، ومش عارفه اروح منكم فين من 4-6 ومن 6-8، بحبكم قوي انتوا الاربعه. احنا كمان بنحبك يا ده كمان بقى اسمعوا بكره كمان سالي وفادي بقى عاملين كارثه في أيوة. الراديو 90 بكره معانا الديفا على الراديو 90 سوبر ستار سميره سعيد، هتبقى حلقه مميزه جدا جدا، استنوهم بكره باذن الله. وتغني بقى هوا هوا على الهوا، هوا هوا على الهوا. بكره هيبقى عندنا هوا هوا وعلى الهوا كمان. طيب احنا معانا محمود على التليفون، ازيك يا محمود؟ ازيك يا شباب عامل ايه؟ كله زي الفل. ازيك يا مريم اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا محمود؟ معلش في الاول بس نوي بسيط كده اتفضل. لا محور الشرطي عليه حتى ومقفول، فجماعه اللي بيفكر ان هو ينزل وما ريت يعني ما ينزل محور الشاذلي. محور الشاذلي ماشي، شكرا يا محمود والله على المعلومه، ربنا يخليك. انا قول لي بقى ايه اكبر مقلب عملته في حياتك؟ انا طول عمري بعمل مقالب، بس مقالب خفيفه يعني مش كبيره قوي يعني انا متعود اصحى بدري، متعود اصحى بدري كل يوم، كل الناس اللي معايا بصحيهم بقراطيس الولع، بقراطيس الولع قصص الولع كده، واحطه بين صوابعهم واولع فيه، وما ادراك بقى ما قصص الولع يا عم. يا سيدي يا سيدي عارف انا دي حاجات مؤذيه قوي. لا بس والله حاجات خفيفه يعني، مش اهم حاجه الهزار ما يقلبش جد. ايوه الحمد لله الحمد لله نورتنا يا محمود. انا المشكله ان هي اتعملت فيها تاني، اتعملت فيك انت اليوم الوحيد اللي اتاخرت فيه في النوم، لقيت الخمسه اللي معايا عملوا فيه ايه الحمد لله. يعني تستاهل والله يا محمود، بشكرك يا حوده نورتنا. عايز اقول لكل الناس اللي بتسالنا عن الاسطوره تقدروا تسمعوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. بمناسبه الطرق بقى واللي احنا فيه كلنا لازم نقول بسرعه كده، ابسطها يا باسط عشان المطر. يا جماعه الناس كلها على صفحتنا والله بنقرا لكم كل الكومنتس اللي انتوا بتبعتوها. احمد الحسيني انتوا تنزل بجد بشكرك جدا، خليتوني احب الراديو، انا للاسف لما بغضب ما بعملش اي حاجه، انا اصلي شغال مدير خدمه عملاء. دول بيشيلوا كتير قوي، دول بيستحملوا كلام من كل الناس، دول لازم يبقى عندهم صبر مهم، بيستحملوا ذكاء الناس اللي متصله بقى. سهير شلبي بتقول كتبت 2 كومنت ليكوا على حاله الغضب وما تقروش، وده مقلب ليا وانا اللي جبت ده كله بنفسي. لا والله يا سهير حاول اقراهم او اكتبيهم تاني على البوست الجديد. انا اصلا ايه بنوته سكره. انا مروه محفوظ وحشاني ايمي انت ونشأت كتير، اغنيه حلوه نقولي بقى اغنيه على ذوقنا يعني، وسلمي لي على مها اختي ام محمد. سيف وهب بيقول مساء الخير يا نشأت، مساء العسل يا ايمي، سلام نزيها وصل. الله يسلمك يا نزيها، يعني بيرد على بعض زي الفل. حبيبه مصطفى بتقول فين ايام زمان، ايام ما كنت اتصل واقول ممكن ابقى صديقه للبرنامج والمذيعين يقولوا لي طبعا تبقي صديقه للبرنامج. عايزين نرجع الايام دي يا نشأة. عايزين نرجع الايام الجميله. والله دي الايام الحلوه. برضو نادر السيد بيقول اداريت لابن عمي في البرسيم بعد العشاء وكان الجو ضلمه، وبصراحه نشفت اعصابه من الخرعه. الخرعه الخضه يعني وصلت للدرجه دي. سي يو بتقول كان عندي 8 سنين واختي كان عندها 5 سنين، ووقفت وقفت على السرير ووقعت وعملت نفسها ميته، وقعدت اختها تطبطب عليها وتعيط. يا عامله منشن لاختها. يا نهار ابيض، يعني يا رب اختها تسمعنا عشان ترد علينا كمان وتقول لنا عملت ايه. في كمان انا لسه عامله مقلب حالا، فماما جبت من الامتحان تعبانه وقلت لها انا داخله انام وما نمتش، فدخلت تجيب حاجه من الاوضه عندي، الاوضه مش بالقاف على فكره ولا بالدال، وما نمتش فهي داخله تجيب حاجه ولا بالالف ولا مفيش مش الاوضه خالص، والنور مطفي والجو ضلمه، خليتها واقفه ومدياني ظهرها، ورحت قايمه بالبطانيه قلت لها بخ. هبقى اقول لكم ان انا دلوقتي مكروشه في البلكونه بالبطانيه، والنبي قولوا لها تدخلني صوابعي بتنمل. تستاهل يا فيونكا، حد يعمل مقالب دي؟ وبعدين مقالب قديم، نبك ايه غير قعده البلكونه دلوقتي. في كمان شيماء، انا اول مره عايزه تسمع حاجه لسميره سعيد من عينيا. محمد ابراهيم نفسي اسمع حاجه لسلمى راشد، سمعني
نبضك حاضر. شيماء محمد قريتها يا نشأة؟ اللي خلت جدتها نايمة وجت جنبها بصوت عالي وقالت الحقيقة جدتي قامت من النوم زقتها كسرت رجلها. يا نهار ازرق. لا دي انا برضو ياما عملت مقالب في جد الله يرحمه، بس لما كبرت ندمت عليها قوي. انا المقالب كانت بتبقى مشتركة زمان وانا صغير، كانت ماما بتشاركني الجريمة. يا والله ونعم الامهات. لا يعني انا لما كنت احب ما اروحش المدرسه فكانت ماما تفرش لي بطانيه تحت السرير وانزل استخبى جواها لحد ما بابا يروح الشغل. بتداري عليك حنينه والله. واصحى من الساعه 10 بقى اعيش حياتي في البيت. بس كنت بتاثر قوي لما بسمع وقع اقدام بابا في الصاله، بحاله رعب، كنت بعيش فتره رعب كده محترم. يعني انت اتسربت من التعليم كتير كتير. لا كتير قوي بصراحه. في حد قفلت النور على اختي من الكابل العمومي، ما بقتش الشقه كلها مش منوره، ولبست عبايه سودا ومحدش كان موجود في الشقه غيرنا، وقعدت اندهلها باصوات غريبه وخافت لدرجه انها قعدت تصوت وكانت هترمي نفسها من البلكونه. وانا عملت كده علشان هي قعدت تتامر عليا وتقول لي روق لنا الشقه، وقعدت يا نهار ابيض. كانت يعني ترمي نفسها من البلكونه. وصلت المرحله دي. رعب وحش. تعالى نشوف ويشو معانا على التليفون. يا ويشو. ايوه ده هشام. ازيك يا هشام؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله والله منور. والله ده نورك. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله احنا تمام. والله انا متابعك والله، بس معلش بقى. انت عملت مقلب في حد؟ يعني. لا ولا يهمك، بداية جديدة بقى ان شاء الله. ان شاء الله منورين والله. نورك يا هشام. قول لنا، عملت مقلب في حد قبل كده؟ والله عملت، بس والله ما ينفعش اقولهم لان هو غلط يعني على اصحابي وكده. طيب والله يا هشام يعني ماشي. ممكن اقول لك يعني ان انا غضبت فعلا، بغضب يعني لو بغضب خلاص. بتسيطر على نفسك ازاي ساعة الغضب يعني؟ لا هو مع عيلتي بسيبهم اقعد لوحدي في الاوضه وممكن ما اكلش خالص. يا عكسنا تماما. ماشي ما باكلش خالص. معلش يا وشو، حاول اهو. الصيام برضه مفيد. ايمان عايزه تسمع الناس الرايقه، وعلا بدران كمان عايزه تسمع الناس الرايقه. نسمع الناس الرايقه يا ايمان. يلا بينا. انت بتحبي الناس الرايقه؟ طبعا. ربنا ليه؟ يروق بالنا كلنا يا رب. ليه بتحبيهم ليه؟ الناس الرايقه؟ ما هو قال لك بقى اللي بتضحك على طول. وانت بتحبي الناس اللي بتضحك على طول؟ النكد وحش وبعدين بيجيب الفقر. طب ويعني افرضي بتمر علينا لحظات يا ايمان محتاجين نتنكد فيها. بس ما تعيش الدور قوي يعني، لم الموضوع بدري. طب نسمع الموال. يلا بينا. يا هلا يا هلا يا هلا، والله ورجعنا والله ورجعنا. ايمان السيد ومحمد نشأت. طنط جيجي بتقول مساء الفل عليكم يا اصحاب الضحكه الرايقه. حبيبتنا طنط جيجي منورانا طبعا. سهير شلبي بتقول انا لما بغضب بضرب في عيالي وبحدفهم باي حاجه قدامي، كرسي، كوبايه، ويا سلام لو انا في المطبخ. امي مصريه اصيله. سندريلا بتقول مسا مسا عليكم، مره جابت اللبان بتاع المقالب لواحده صاحبتها فقالت لها انت مش جايبه لنفسك، قالت لها لا، صممت انها تاخد منها اللبان ده اللي كان بيتباع في راس السنه صح؟ في راس السنه الحاجات دي. كان بيبقى فيه يقول لك ازازه برفم كده وتطلع ريحتها وحشه، ما اعرفش البنوي. المقالب ده. والحاجات دي. المقالب دي. المهم في الاخر برضه هي قالت انا اللي جبت ده كله لنفسي. هدى عبد الصادق بتقول عملت تعبانه عشان ما اروحش المدرسه، وبعد كده ماما شافتني وانا برقص. خلتها مسحت الشقه كلها. ايوه كده. ايوه كده. انا اتحرمي تعملي الجو ده تاني. في كمان احمد اشرف، انا اول مره اسمعكم وانتم منورين وعايز اسمع اي حاجه لساموزين. حاضر. علشان نسي. ماشي. لا عشان كويس انك بتسمعنا بقى يا احمد، عشان ايه شغال لك اللي انت عايزه. ويشو ممكن احلى اغنيه الجنات، واشوف ذوقك يا نشأة وايمان. شكرا. انا ويشو على فكره حبيبي يا ويشو كان لسه معانا. مارينا انا مره كنت متضايق. خلاص تمام. وعد العيون بتسال عايزه تعرف اسم الشاب اللي بيغني الاغاني بتاعت برامج راديو 90 90. ايمان هتقول لك ان شاء الله. يعني ايمان هتتولى الموضوع. انا هحاول اغنيها الفتره الجايه برضو. يعني طبعا الالحان كلها والمزيكا للفنان والملحن الكبير عمرو مصطفى. هي بتقول حاجه حلوه وروعه وكلها بهجه وبتحبها قوي يعني على الراديو. والله العظيم منورانا. تعال نشوف عاطف معانا كده. ازيك يا عاطف؟ مساء الخير يا نشأة. مساء الفل. مساء الخير يا ايمان. مساء الفل يا عاطف. ازيكم عاملين ايه في البرد؟ الحمد لله احنا والله سعانين. والله احنا في التلج بره المطر شغال في طريق السويس زي الفل. يا ربنا يحفظكم يا رب توصلوا بالسلامه. ربنا يطمنك يا عاطف. ربنا يخليك يا نشأة وحياتي. الله يخليك. قول لي اكتر موقف عملته لما كنت غضبان وما قدرتش تمسك نفسك.
لا هو الغضب كتير، بس الموقف نفسه بيفرق في الغضب في رد الفعل. رد الفعل في الموقف نفسه، هل هو يستاهل انك تغضب او تتنلف في اعصابك؟ مثلا الحمد لله لا انا ما بغضبش كتير، الا بعد الجواز ابتديت اغضب شويه، وابتديت بعد كده اتملك في نفسي خلاص، لما بغضب بسيب البيت واخرج. فدي احسن حاجه، انا بهدى اعصابي عشان ما اشدش انا ومراتي انا واولادي. تمام. فبخرج نص ساعه ساعه وبرجع الامور ترجع طبيعيه. ربنا ما يجيب مشاكل ابدا. ربنا يخليك ايمان، ونورت الدنيا ونورت سنتي يا رب. يخليك منوره بمجتمعيها يا منور الدنيا. ربنا يخليك يا عطوفه والله، وسمعنا صوتك كده دايما، وبشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. الغضب حماقه، حكم يا ناس بيقول حكم يا ناس. الغضب حماقه وهنا لنا وقفه. لازم بقى يا ايمان نبدا نقول حكم. الفتره الجايه هفتي برضو ان شاء الله. ناويه كده ان شاء الله هفتي. يعني عايزين نطلع كده. فكرتي لو فتيتي ممكن يبقى شكلك عامل ازاي؟ الناس هتتقبلك وانت بتقولي حكم ومواعظ وحاجات بجد؟ لا، هو تملي مثلا لما انت تجيلي تحكي لي على مشكله معينه، فانا ابتدي افتي واقول لك لا ما انت لو عملت كذا، بس بصرف النظر عن اللي بقوله انا ببقى واثقه قوي والله. فانت بتحس ان الكلام حقيقي. يعني احب قوي الحاجات دي والله. ايه الحاجه اللي فاتتي فيها قبل كده وحسيت انك وديتي اللي قدامك في 60 داهيه؟ هي احنا بنفتي كمان للاسف في حاجات غلط قوي، لما مثلا تجي تقول لي ايه والنبي يا امان ما اعرفش مصدع وفي كده صفاره في ودني، فاقول لك عارف بقى لو جبت نقط ايه ودواء ايه ده بيخليك زي الفل. ونقطه زيت كده وتسخنها وتحطها في صرصور ودنك. كلنا بنقلب دكاتره. كلنا بنقلب دكاتره فجاه بكل ثقه. ما حصلش حاجه عموما لسميره سعيد. اغنيه كلها يعني كميه كيد غريبه. مش عارف طبعا الديفا هتنورنا بكره، واكيد سالي وفادي هيسالوها عن الاغنيه دي تحديدا. جميله. في افصل واسمع ان شاء الله بكره على الراديو 90 90. ناس كتيره طالبه سميره سعيد. ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه. اغنيه مضايقانا كرجاله، بس اعتقد ان انتم مبسوطين بيها. هي بسطانه جدا الاغنيه، حلوه قوي. الحياه بسيطه. تستاهلش الناس تضايق نفسها. كل الناس اللي بتسالنا على الاسطوره كمان هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك. انت لسه معاكو وموجودين معاكو ايمان السيد ومحمد نشأة وساعة تروح وساعة تيجي، والتليفون 2-18-10-8-66. وعلوا الراديو، وعلوا الراديو 90 90، واسمعوا ما حصلش حاجة لسميرة سعيد. ولسه معاكو ساعة تروح وساعة تيجي، محمد نشأة وايمان السيد على الراديو 90 90. وعايزينكم تقولوا لنا ايه اوحش مقلب عملتوه في حد ورجعتوا قلتوا انا اللي جبت ده كله لنفسي. بالظبط. على 1-99-9. انا حنان بحبك قوي يا ايمان، وانا زعلت عشان لسه مطروب. مضروب المفروض. عايز اسمع حاجه حزينه زي لعبه الصراحه ماشي يا ميمي، ده رقم اخره 58. على فكره اللبان ده ما كانش بيتباع في راس السنه، ده كان بيتباع في رجل السنه 69. دخلنا في افيهات مش تمام صح؟ كده احنا رايحين في سكه مش لطيفه. مساء الخير والسعاده عليكم نشأة وايمان، حضور متاخر يا نشأة، لسه راجع من الشغل ونسيت الموبايل في الغيط. ده احمد عبد الهادي. لا كده برضو، لا الافيهات اشتغلت اللي وانا بخاف من الحاجات اللي بنقولها ده. زي حالك يا نشأة، بشكرك جدا جدا. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ده محمود منورنا يا حوده، والله انا بموت فيك انا كمان. في مين على 91 على صفحتنا بقى يا ايمان؟ لان الرجاله كده زعلت. ميرنا اس ايه؟ ميرنا بتقول انا مره كنت متضايقه من البيت وانا صغيره، وكنت عايزه اخد بابا وماما، كانوا خارجين فاستخبت في كومودينو، ولما رجعوا قعدوا يدوروا عليها اليوم بطوله، وفي الاخر طلعت لهم. في كومودينو ازاي؟ عايزه كانت يعني صغيره ولحقت تعمل مقالب وهي صغيره كده؟ ماشي. احمد اشرف بيقول انا اول مره اسمعكم وانتم منورين، وعاوز اسمع حاجه لساموزين. حاضر ماشي عينيا. علشان نسي الفلاشه بتاعته. ماشي حاضر. يعني هو ماشي في العربيه دلوقتي؟ لا ما فلاشه ايه بقى، اسمعنا. يعني نقول لك ايه طيب؟ مؤمن صلاح بيقول مسا مسا يا ايمي، مسا يا نشأت، عاملين ايه؟ ماليش في المقالب، بس ممكن نسمع حاجه للجيتار، ويا ريت لو اغنيتي غالي. يا سيدي ده انت اللي غالي والله. تعالي نشوف شيماء عشان هتضربنا. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا نشأت، عامل ايه؟ والله انا زي الفل، انت اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمي. ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تعرف ان انا زعلانه منكم على فكره. الله 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 الله. ايه احنا نسمع. عملنا ايه؟ اول ما البرنامج بدا وانا عمال ارن ارن وحضراتكم مش عايزين تردوا. ده على اساس طبعا انك فاكره ان الوصول هنا بالساهل كده عادي يعني. انا كنت فاكره كده. يا حبيبتي المهم ان انت وصلت لنا اهو، واحنا سامعين صوت. طب انتوا عاملين ايه؟ احنا سقعانين والله يا شيماء. في الحر ده؟ شفتي في الحر. عملتي مقلب في حد يا شيماء قبل كده؟
لا ابدا انا كويس ما بحبش اعمل مقلب في الحوش. طب حد عمل فيكي مقلب؟ اه ممكن يكون هما. ممكن انت مش فاكره مش عارفه تعاملي مع الحياه عادي كده. انا عادي بقى خدت عليهم. خدتي عليهم ماشي يا شيمو نورتينا. شكرا يا شيماء. يعني شيماء والله العظيم طيبه. اه طيبه وبنت هي ما عملتش مقلب في حد ومش فاكره اتعمل فيها مقلب ولا. هي عامله بالظبط زي الموضوع ده. بصي احنا قلنا بقى يعني نطري على قلبكم في الاخر كده قبل ما نسيبكم ونسيبكم مع اما براوه لحسين الجسمي اخونا وصاحبي وصديقي والنجم احمد لطفي بيسمعنا دلوقتي منور يا ابو حميد بيقول لي على اكتوبر بقالي ساعتين بموت ماشي حاضر هرد على اسئلتك دي بيني وبينك بعد الحلقه بس منور يا احمد ومبسوط جدا جدا انك بتسمعنا ومنور الراديو 90 90. بيقول لك ايه يا احمد يا ناس؟ لا مالكيش دعوه اي حاجه سر بيني وبينك يا راجل بيسالني اسئله خاصه الله مش سالها لك والحلقه شغاله؟ اه سالها لي والحلقه شغاله خلاص يبقى موضوع عام ماشي اغنيه مناسبه للجو الجميل اللي احنا فيه اما براوه لحسين طبعا هي اغنيه الفنانه نجاه وغناها الفنان حسين الجسمي برضو بدع فيها يعني الصراحه بالظبط تحياتي لحضراتكم ونتقابل ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي بقى ايمان السيد ومحمد نشأت وساعه تروح وساعه تيجي على الراديو 90 90 وبشكر كل الناس اللي تواصلوا معانا النهارده هتوحشينا يا ايمان والله والنبي يا نشأت هتوحشنا وهيوحشنا كل المستمعين ما تنسوش بقى تستنونا لحد يوم الاحد حاضر مش هننسى انا غالبا هستناكي معاهم شكرا لكم ورب يومكم كلكم يبقى احسن من اي يوم تاني اما براوه لحسين الجسمي هنسمعها مع بعض على الراديو 90 90 علي الراديو قوي يا احمد وعلي الراديو كل اللي بيسمعونا دلوقتي